يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا فقصد إفادة درس اليوم بفضل الله وبرحمته قصة مؤمن آل فرعون. اليوث التقصيد ديو درس لرب سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم وذي نظران ذي ثوشت انفرعون دخل الفميلم انفرعون، أي مثل دخل الحشية انفرعون دخل ويدك نيم وقال ويدك نيم إفيك تشكريك انفرعون ذي جميع اللوموريلس ذي انتظران فانطوث أن انفرعون يثمثل في مقرن آسيا بنت مزاحم شنو غير الاسلام الشهادة لا اله الا الله ثم السدر بالخالق سبحانه وتعالى ثم سن في موسى وتكفر اسوى الجزيز فرعون ايه مثل وتزرم بلي ينغاز يكل دوار جز نظم ذخي الفاميلا من فرعون وديون ورقز يومن السدر بهم يومن سن في موسى بلي السدر بهم ايش كان بلي ذن فيهم غير الرسول ولكن يفر الإيمان نس يوم أثي ولا نوم سبحان الله كان يتمثل أجزا كما قالوا ذاك يقربن أتسطاس فرعون ولكن يفر الإيمان نس بلاش أثي زرارا المصلحة من الدعوة المصلحة من سالي يخدم أكني سالي يعاون ان في موسى ذي الدعوة ينس ودي سوى الكراري ودي سوى الكراري يسميش ونصرارا يسميش ولكن المهم ماشي دي سماون اي ان الناد هو ذي العوذ باللي اي ان ودي الكراسي لربي الخالق سبحانه وتعالى يسميش ذي القرآن الكريم معنى اتسنى ذلك انا سويد اني وام ما قل كان الفعايل اني في الدرس للعبرة ما تكسر بقوين لكني اتخدم ايه مثل ودوين اتقدم الدين انسي ذي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله كان يتمثل لا عمر دي هذير الزات فرعون والزران من الناد بالليم متوشو في تيرياس لا عمر دي هذير الزاتس لا عمر دي ندق سيس من الإيمان بالليم يومن السيد ربي ويومن السيد في موسى عليه السلام ولكن اسمنا قصوة فرعون بالليم الطف الموقف بالليم أذي نظر إن في موسى ذينا أركز كيما يزمر غادي يطف يجمعد الحاشية نس أي مثل فرعون ويدد وركز كيما المؤمن كيما يفرك الإيمان نس جالس ينس أفريد كيما أذن غو موسى سبحان الله أذن أذن النبي أذن الرسول أو من أول العزم من الرسل يدي شجع سيدي ربي سبحانه وتعالى يجعل الحاجيك سهين يقرب قويس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى في سورة المؤمن يقال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد تخذر كان مثلا إمسلين إذا تفغن ديك من فرعون إني سجدين غاد نغو موسى تخذر كان ذروني أقتل موسى أما كنين إذا كان جديد قال لي أفمن غيوث أن في موسى عليه السلام وفرعون ينغم أزال أن تسعين نايف ظروفان يديرون من بني إسرائيل ينغثن أكيد قرن أهل التفسير أم كان سيعرف الناس باللي غادي نغ إيوني عبد ذو وجد في موسى سبحان الله هادي قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه تي خلاص اللي يدعون إسيد ربي كان كاع هذا كان هذاك النار يجمل هذا ذي منع سبحان الله وينك نزيد في كتازمات ونزدي في كان أمكان ونزدي في كان الشينية ونزدي في كان القوة ونزدي في كان السيطرة نيمك السيطرة غرف مثمرة يتشوف إنيك
يدعو ياس ملك ليس ملد ذيسيك وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني كو كذب لهم أذي فدل الدين أذي فدل الدين ون أذي جدل الدين ون أشون الدين يسعى إيه مثلا الأقباط ذي الوقت نعم يحكمن عرفنا الأصنام عرفنا الأوثان وعرفنا فرعون إني سأنا ربكم الأعلى إني سأنا كي ربهم إذن سأنا يعرفنا سبحان الله أخطر القوم إني سيتسوى ذيث وعرفنا سبحان الله إكاية مثلا أدي قال إني أخاف أن يبدل دينكم معناه أذو خان وعبدنا يتعبدنا كنيم وعبدنا يعبدنا الأصنام اللي مرينا ندينا أكنيم أعبدنا لسيد ربنا الخالق الواحد الأحد وحده لا شريك له إني أخاف أن يبدل دينكم خطر فرعون ويصر لنا ما ليش بلي غد كفس نسيد ربنا قلنا من وقت قيسي عجب هذا في قفض الطعي شيف كان سبحان الله سبحان الله يقرب أو أن يظهر في الأرض الفساد إني شو قد غوني في الدين الأول قلنا وقدر أدي الصهار الفساد دي ثمور ثقيل سبحان الله خصوصا كان يتمنى أدي الصهار الفساد معناه أن سيحسب لنا نسد المصلح لكن قصد ربي دي سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون المفسد ما سنة الفساد أكيد ماشي من كيكس فساد كيكس كيكس فساد نكيلي المصلح الله خطر المفسد هو صراحة ما مانيش باللي المفسد وفرعون يجعل ذو الصلاح يخدم ماشي ذو الفساد او ان يظهر في الارض الفساد ودائما في جميع الاوقات في جميع الازمنه المفسد يتشوي المصلح ذا تيكس فساد دائما لعبدك سيحان لعبدك سيحان ذا ولن قونيس فساد يجعل ذا تيكس فساد سبحان الله او ان يظهر في الارض الفساد الرسل صار إذن صار إذن المصلح سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام يسليس يوجد قارك يوجد زكي ويعلم سويا اللي تخطط فرعون لنا دين موسى عليه السلام ولكن سيدنا موسى قارك بس ربي وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني ربي في تكيار إذن تانك زمن أذي من أذي كل متكبر أنه من الناس يوم الحساب السيدة ربي كان يرطفه والسيدة ربي كان يفرس كلا أما كان دينيا حسبي الله ونعم الوكيل أما كان سيدنا إبراهيم الخليل حسبي الله ونعم الوكيل ذي الوقت من انتمس أما كان عيسى قال سيدنا موسى عليه السلام إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أطفى كان سيدة ربي في قرآن سيدة ربي في زمن من كل المتكبر من الناس يوم الحساب سبحان الله إذا نعم يتمثل ويزمير لهم يميكس يكن نشتني أركز يكن يسعان الإيمان يهضرد يدخل دمانيس سبحان الله يعني الكخام من آل فرعون ذا فرعونيهم قل لا من بني إسرائيل مش الجهان سيدنا موسى ولكن ذا فرعونيهم من الأقباط لكن ذا المؤمن المهم قل لا ذي دونتيتي العهد وثيان نغتث ثمرث وثيان دمنيس ولكن ذو يس ويس مسيد ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لدونتيتي الحقيقة غير سيد ربي بالإيمان ذخي قوي بالعمل الصالح سبحان الله إذن هنا إفغزن إمسي لكنا ذنو موسى يقال سيد ربي قويس عزيز وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله سبحان الله يكب إنيس مش يعني أسمعوا ما الجزء وين دينين بلين سيد ربي الله الواحد الأحد أنت شغل دقيقا أنت شغل درس قوي سعر شريك واحد لا شريك له أنت شغل دقيقا دقيقا يا عباد الدنيا دقيقا جميع المخلوقات مرة إني ذوقي سيد ربي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويخدم لك أنا للجريمة ويخدم لك أنا للذنب سبحان الله أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب سبحان الله إنيس الزمن بس نغم أرجاز يقول ذني فرناسين ودي حلك لنا الذنب ويخدم كلام الجريمة ودي نسي دربي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له
والجزاكين يزران بلي رمانو من الشجوية ونسن بلي زدخي ونسن عايمن بلي سيد ربي لا إله إلا الله. أما كن يقرب وعيسى عزيزا ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. السنة وكل دقيقة السيد ربي ودي قرأ فرعون كي دقيقني مالي يعلم بالليم فما فرعون من الحشي يلس عالم بالليم السيد ربي لا إله إلا الله ولكن أقفينا لها أثقفينا لها أزمنا لها وهي يبدي قفي وهي ونسل أما كنت قال سيد ربي قويس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا سبحان الله جعلت كنك سيد ربي سبحان الله ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى قال وانظر كيف كان عاقبة المفسدين كرقوين ونفقى على بني ضربهم ونعبدها سيد ربي ونفقى على بني ضربهم ذي المفسدين المحال إلا المصلح ونفي على من سيد ربي المحال وإلا هذا المصلح ونفي على من سيد ربي المفسد هكا ونكفي على من سيد ربي المصلح سبحان الله هكا مثلا يقال سيد ربي وانظر كيف كان عاقبة المفسدين أخزى تمسى الإنسان ذات الفار وما أخي تمسى الإنسان العاقبة الإنسان إذا سبحان الله هكا مثلا فرعون ويبغي لما ذي ليه الإله دي كني قيس انتي قرص أنا ربكم الأعلى والعباد تقود التمران وثبعنت سبحان الله يقرص المؤمنة قيم وتسكلاب الإيمان نس إنس الكزا قيم يفقنا وند المعجزات يفقنا وند الآيات ثاكوس نينس يغيد زلث وياس ذي تويان أفوس نينس يقول إبناش بحال تويان الطوفان يقول لكم وبان في كيون سيد ربي الجراد في كيون في الكين في كيون الضفادع لا يمشكر كرن في كيون في ذمن أمل السم وغيم دي ذمن وذو غيم غرور صار الموسى الوقت وغيم كذا تنغم ثلمس العمر سيد ربي هذا غيكش البلاجم هذا كنثفع وهذا كنثفع بنو إسرائيل يثلاث دوي إذا عمر سيد ربي ويمنعكم دي البلاقي ولكن من بعد ثوخر ما فيه لكن إصار دي المكان الله أكبر الكاغية مثل الكاغية سينا المؤمن من ألي فرعون إن اسم ذلك الله ذلك فيك شكذب وإياكو كاذبا فعليه الكاذب وماذا قال ليس كاذب فلسا دي الزيل كثبا دي أقدر حشمي مانيس ولكن ماذا قلنا غروات ماذا قلنا السيطقة سيدة تقهدار والكزاقين أكون ديس العقاب صغور سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى المؤمن من آل فرعون إفل إيمان ينسو شوية لهم إذا ما دي تخطف دي غشيهم أهل دي تذكير أهل دي سمكتايش النعمة زندفكا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إنس يا قوم اهدرسنا أما كن يم ذي القوم إنس إنس في ذي الغرواص سيوت الشفقة سيوت الرحمن إنس مكتف الدل أين دي نعم سيد ربي سبحانه وتعالى سنعمة ذي ونديف كام إصدريكم إيدل تسعى بالقوام تسعى بالجاه ما قيت النعمة ونضيف كاسي لربي سبحانه وتعالى ماشي تسواش تلك إنسات قبلهم ولكن يكون يقول دينا عمل سواش تلكين وصف ستراني منون سوى قد خدم مكان وتصدق قال فلان إيمانون الدخي البيان الدخي العقاب نسيد ربي سبحانه وتعالى كيف مثل الزغور فلان إيمانون غال البيان العقاب نسيد ربي أو تدي فيك البأس نسيد ربي ذي العذاب نس أسر رحمة سنغام النذيم موسى يون دي قوين تيدس يون دي قوين أين دي الناس سيد ربي أكون دي الشوفة دي بيام من الجهل غثفة من العين كون دي الشوفة دي الطيام غثفة أزمي البلاني البلام أزمي البلاني العقاب نسيد ربي أزمر بلاني العقاب نسيد ربي ماذا قال لي في كيون تيد سبحان الله ولا كوني من علم يوم يزمر بلد كوني منها أسمي أمي كسلام فرعون أي قد يقرأ كاما والجزء المؤمن من آل فرعون ذا شو مسينا ما قد يسمى الطاغوت أن فرعون المجرم أن فرعون
علاش واشتكيهم. وجميع المجرمين تمرت الدنيا في مرة وتسمى لها شوية مريلين يسعى تزمت مريلين يسعى الشيء مريلين يسعى الجاه مريلين يطف السيطرة السيطرة وتسمى لها دي مث حاشا ما يوفى فيد مالك الموت يكشم سيد دي البورث يوفى فيد وزدي كثيرا في البورث أنا ما يفدد أسينم أجي مالك السفر السفر يبعد المتشجر كلش إمرنا هذه يمن أسينا نغصد ربي الرية ولكن عيهات وذن أندى الأثير إن إسفرعون حشا ما يناون دينا غيك سحان حشا ما ندرون أمي غابريد حشا دوين كان إذا بريد اللوقان الباقي لنا المرام وتسام الدارام قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أسنى قال فرعون أين ودينا كان يكسحان أين ودينا كان يفريد اللقام وتسمر اللقام الدلغم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله ما له أولما تسمى نفاقين تفكر الموقف بشادي موسى عليه السلام ذو قيمة يفريد اللقام ذو قيمة يفريد يسم إسفاكت الفثاني فلاس غروس إذن تسيك زران اللقام مران ولا شوثي زران نظم إن تسيسي قرن أنا ربكم الأعلى. من بعد داش يسنين نغل قميس يقال تسيك ربي قويس ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. صلى الله إنيسا يسوي للقومينس إنيس الملك المصر ماشي دينو إنيس يستفل جنسا دينك الدوية ماشي دينو قلت شوي مالا إنيس الكينا خير لغا الوكينا إليت شوالي مكانا وزمالا دي فكرة ذا بسلاي. سبحان الله يسيرنا موسى في ده دركة ما قد فيه مثل الغطرسان يكسعى فرعون بالجهد بالجبروت يكسعى فرعون ولكن خمسة ضرت فارس يدي ربيهم أهل طرد ينجح أدي فاضي تمسك لا ضربي ذي دقيقا يفكي يسطور يفكي سبلا ولكن ثمسة تنسم دار الثو ونخم ملا فرعون ثمسة تنسم دار الثو. الله أكبر كم يتمثل ذي كل العصر تسيرين ولا عاجين أما كنت لنا ما يلي يسعى الصحة يسعى الشيء يسعى المنصب ذي ما يتبن الغطرسة يتبن الجهريث يتبن ذو الظلم. سبحان الله كيف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه إقموث أبو جهل بن هشام عليه لعنة الله في غزوة بدر دوك سبوس والسين ديال الهجرة إما بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الجثة ينسى الجسين يسمي تشوف رق ذي القاع إنس هذا فرعون هذا العصر إنس تقول فرعون العصر أجيب الله إذو أجيب فرعون العصر أجيب أم كل العصر يسعى فرعون. سبحان الله الكلام يتمثل ولكن الفراعين أنا إذا ما عرفون أضرح لكم مرة في أسفل سافلين خرب وين يقرأ سيد ربي قويس عزيزا وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبوا أصدروا الظلام ثم سنسل من دارت فهم. إذن فرعون أي كاتب كان يثبت القوم نسا باش دائما أضضعا واسمح سيسنا لن يوين دي قرأ أن في موسى عليه السلام. الله أكبر انتقد وركز أجيب المؤمن إقلال من آل فرعون انتقاد في السيد ربي وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزان مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. سبحان الله أي سنصح يتنصح فرعون ويتنصح القوم نس إني شبه ضغف لون ماذا لا تشهد فمن في موسى وماذا قال لا ثم كرس خبم كرال الضرب شهد تضرهم كنت ضرب هذا الأقوام نيغي قاعد لك نيغي
إدي هزون سيد ربي غيدي عوقب أكلات فوق مسألة الون وإذا نين إكسكاد من الأنبياء سن إذن ديش كاع سيد ربي سبحانه وتعالى ذي الأمم قاعدان أما نقوم سيدنا نوح نقوم سيدنا هود نقوم سيدنا صالح أكل الأقوام إديانا من بعد إنزلت سيد ربي في لسنا الأيقاد إيه ونديو غالا ذي سن سبحان الله ولو فينا رواثني من صبر ولو فينا رواثني من عن حاشا سيد ربي كنان وإيه كيف سيد ربي صدر من نين يخدم لكن إيه كيف إيه كيف سدنو في نين إدحنا لكن أظن يضيما ربي ولكن ديما نسنا يضيما سبحان الله كما يتمثل إنيس أيش كمينا يتخطر ذينا يروح حتى يفقني مانيش بلي سن إيمانك ساكن سيد ربي ساكن سن إيمان نسيدنا موسى عليه السلام ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد إني سبق منهم إن سجد دائما غلق من خطر يبقى تبزر في الإيمان باليوم يومن سيد ربي يومن موسى عليه السلام ويسعى الشفقة مضى الرحمة في القوم ينسوا يبغلتنا على سيد ربي إنيس إسمى صحيحة الشيطة رحمة القرحات إنيس وقضغ في اللون أدي وضع العقاب من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أما ذي الدنيا ما ذي يخاف ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد الله أسمع غدر الدنيا ثقين أمشي عقاب من سيد ربي أين يبغو يعيش في عبد الدنيا ويقرر ذي مثل ولا قرر ذي يومين حشب عنوقة شبحانة ليومين أين سعاد لكفر فرض يجي أين سعاد مرة أكو ذرباح الله ذلوزي الله ذرباطي ما في سعاد أفتي جبرا حجب على قشب حالة اليومين السنين يعاني مثلا سيد ربي قال في الأسوء اتقوا يوما ترجعون فيه إلا الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون السنين يعاني مثلا يقول العباد من دون مرة ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة أسجن قرب المفسرين إثلاثنا رضي ربي أسجن قد سوات الأمم أهل الجنة سوال لآل 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 النار ما تظهر مرويني يوم دي الناس يدي ربي ويجن أهل النار سوين أهل الجنة أسجن قرب أنا فيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أسجن يهدر جوه رسول من كل اللي عارف اليوم هنا في وسط سيد ربي غادي يهضر ذو خلاق غادي دقيقا بلا ترجمان انا لافقه بيضيع سيد ربي غادي دقيقا اذا من كل يونس دي سوى سيد ربي سيسميس انا لافق في مسافر يقال يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين اجي غير وان سيدي كام اما كنا يروح حد نبات اجي غير أنشي دم الروح غير سيد ربي أولد لأنه غير سيد ربي إذا أسني يعاني يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم أنا واغي زمن أذكي منع وكزمن أكيد ينجو ذي الحساب ربي سبحان الله إنك قال بعض المفسرين إنك يوم تولون مدبرين ما رزق لك إنك مس جهنم أشوينا أخي عن أذرو إنسان وياهم ولكن داثر ولد أين المفر قروا من يضلل الله فما له من هاد ولك ضرب السيد رب الوكز مرة ديالو المؤمن من آل فرعون أن يذكر القوم ناس يوثر موعظة يوثر موعظة ثم خرحات إكس عن زي إذا تخش عن ويون إذ كرزن اسمي قلنا سيدنا يوسف عليه السلام إذا حكم ذا نسا مصر من كل الخير إلا ذيس لهنا من الخير كل شيء إلا ذيس يقرد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مسرف مرتاب سبحان الله يعني أديس بكاس والجزية من المؤمن من آل فرعون أزن دخدم الموعظة الغاشية باش
آخر لفرعون. سبحان الله. ولكن هذا الطرام إلا كان حقا تقول الفرعون إذا نسي اسم حسيس يكرده الدر المملكي يقال سيدنا ربي سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أولى بركان يضع فلس سيدنا ربي ذا شو يخدم فرعون أيات مثل إيسيا من رمك إنسان يتخشع ويس إنسان يغي غلو غريد أين إيسيا أريع دين سيدنا ربي سيخدم على شريك إذا خسر دين لبابا سنسا دين لجديس دين لجدوديس أنت روحي لو كان إنسان قد صح دين سيد ربي مثلا أنا ربكم الآن وتسجل ما ويريس روحي وتسجل العبادة إذا يحملون ذلك السجادة مثل أفل ديال ولكن أني ذي زمان ذا شو ليس إنه مثل فر الشيطان أخذ الشغيس أنجر بيجي مني وقال فرعون يا هامان يا هامان الوزيرينس سولس لي هامان يا هامان ابن لي صاحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباه. الله أسي قري هامان فنوين رقصان قرآن عليين أذى لغذا سوى نظر ديلا وكم ربيا كم موسى سبحان الله سبحان الله إنيش أرمي الغرب لي لم سيد الباسي قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله يتزين ناسي فرعون الفعيل ديك خدمك نين يجعل صندوق يقول سيد ربي يتكسم على المزال إنك يفق يوريد ولكن داري فق الكيد الفرعون غير خصار كان البعيد عن جرب يجي مني المؤمن من آل فرعون أي تكمل الخطاب لسه قال القوم نسمع استيين إزرار تمسات تقول قال وقت يجي يقياق أدينا كويني إلى المرة إنيس سمح استيين القوم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد ألقوا منو اتبع في إيد من الغبريد إفاتر الحمد النيث يخاف اتبع في إيد أتسبع من فريد إفاري أضوف لهم سيد ربي إفات 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 نسكش مغار جنف ذو قد الدين الحق الدين خلاق سبحانه وتعالى ويدي شجعنا أن في موسى عليه السلام أتم المصابين أتم المسلم في موسى واسم حستش لشلو ديني يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فجنين أي مثل يقول أصل غار نقطة ملك الله رزقهم إلى قدر يفسين ولكن ويا ذلك يفقد بعصي ربي سبحانه وتعالى ويزمن الذي يفسين الناس ألقوا منه دوني ثقيل تشفاك أي فغوث عشط رسول صلى الله عليه وسلم يقارد الناس جبريل عليه السلام يقال سيد ربي عيش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به عيش إن كاجدنا القرارات سمفض حملوا إن كاجدنا القرارات فقط خمين كاجدنا القرارات أكيد جزاء ربي في الناس دوني 9 أيام ولكن القرارات فيك ولكن يخف الدار الاستقرار دار القرار ذنا ويتم سترى ما فيش واش يموت اما ذي الجلد ودي تفغر واما ذي جهنم البعيد عن جرب الجنون ودي تفغر ذا ليس اللي يخطر اذا السعايا الدنيا دروس وتشفاكهم غاس ادي تم التعيون غاس ادي شو ولكن الاجل سيتراجف ادي ينزل فلاس يموت سبحان الله اثني عاشي ولا ثاني تشاغ ثاني شوى ثاني يرسى ثاني حوس مع الناقه قصي سخر البروفيت التنظيم في هذا الصور وكيزار وكزاران بلي ماذا تيم وراه اني وكويان بلي ماذا تيم وراه سبحان الله افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون غصب لك الازهار غصب الشان الحان حوش الشان ولاش تشوفوا خذي من راك المتاع من دوني مره ولكن اسمدي قدر الوقت لاجل نسن أثني من يعرف ولكن يجي تمتعنا كل دولي
سبحان الله. كيف مثل خطر الاخر دار الاستقرار دار يوجد شفكران ولد شفكرة في عام ولد شفكرة عذني فلاس سبحان الله. كيف مثل كربوي يومنا نسويني ديوين موسى عليه السلام كاس هيتش كمية هذور المملكة من آل فرعون إن شي خدم العمل الصالح هذيك شمل الجنث ودي تفغر الغس وتساكن إلى الموعظة إدي الشيء ولو نقصحن ولو يغل ندزرو الدنيا تدهد شكاين في الظل هيتش كمية وركزة كيان يقار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إن يكون لي خمن السيارة في جزر بس يود السيارة وسيدر بس إذا ما استسمح سيدر بي ولكن وني خمن وني سعن الإيمان سعن الإيمان ويخدم العمل الصالح أثيد يرزق سيدر بي سبحانه وتعالى دي الجنة بغير حساب. الله رجع يا ربي دي مؤمن إلى يدمن الاستقرار ألقوا منهم سحسين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ألقوا منهم شكا كون يدعون كي نغر النجاة النجاة يجي قذر أدينا دعوني دغى الجنث ولكن الناس دعوني دغى النجاة أكون دين جور بالوين مديرين أكون سكشم الجنث يمكن كني ندعوك نيد باش تكشم من الجنة دعوك نيد غير نجد وكل يوم اللي تدعو باش هذه ثوبيين ولا غير جهنم تدعو ميد وتبغى هذه ثوبيين ولا باش تكفر السيد ربي باش اسخدم اجري ويمكن ندعوك باش غير السيد ربي العزيز الغفار. الله سبحان الله قرص العزيز الغفار معناه باش يعقوب درد سيني اسمه ليكين من حنان سيدي ربي من اسماء الله الحسنى العزيز الذي يغلب ولا يغلب ولا شي ماشي جمع سيدي ربي يكادوك ني بالدنيا مره والغفار يعفو مره الذنوب ولا شي ولا شي ذنوب وجمع سيدي ربي يعفو يعفو كلش او ان الله يغفر الذنوب جميعا سبحان الله انه هو الغفور الرحيم. لكن ني ماشي ننسى سيدي اسمه ديال العزيز أفرعون سيد ربي غيز ملاك أنت بغو تصعو ترج هذا سيد ربي ما كيقهر ويز ما ليقهر وذي قهرب كل عيب هذا الدولي واش وادي كل نقص سبحان الله ويعفو سيد ربي يكربوين يكتوف يكربوين يدي الزين غرورس يعفو الدنوف مرة يقرص لها جرمة إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وإنما ردنا إلى الله وإن المسرفين هم أصحاب النار. إنس بلاشك بلي غيدين غير يدعو مكان ماشي بحاجة أنا عبد غير ميدا في مكان ولي ينفع ولي يصدروا ولي يشفع الزات سيدي ربي ولي يقبل الدعوة وين أنا سيدي يدعون رأسنا عبد الأوثان عبد الأيفاد أين داش مك زمان العبد داش مك زمان العبد كيخدم زمان كامل عندي يموت تسلسلة سبحان الله الناس حاشا تغينا له غير سيدي ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الواحد الأحد الناس ولكن المسرفين يكفوني وغريد يقعدن الحدود من سيدي ربي سبحانه وتعالى إذا يقيم أليك شمن بعيدا نجر من جيبه من الجهنم عايش كميني قال ألقوا منهم السلفيين سمح السيد ألقوا منهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد يختم الموعظة ينسى ينسى السلاميين نو يتسلي مدام بلك ويتسلي مدام أبريد النظام دفد يقولوا كل دو عضو ولكن أدياسيوني وقف أتظلم بلي يجد أني غكا ذي الحق يجد أني غكا ذي الصح يجد في كل دنها غكا ذي الصح واد مكتيم واتن دمم ولكن وكن انفعال الندم غص تندمم وكن انفعال الندم نكني تحيا غصي غربيهم وتسوي ذغيب الحشا ربيهم السعي نص سيدي ربي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا رد العباد يمس خزرت كان يتمثل الآية يجينا يعزيزنا في سيدي ربي أفي مؤمنين سبحان الله الآية مرة عزيزي كربوين دينا سيدي ربي عزيزي كربوين الآية غير غالة حفصة عزيزي وتسال العبد يتمثل
كل موعظة الحسنة كربوني مثل كربوني مثل غرض أين الهان أبرد اللقان أبرد السيد ربي أبرد هذه السوفة الارتفاع وتيت سلام غاسي يا راس الفيرما عمليس ولكن مهما طال الزمان أين يبغوي كي تزمان ولا قرار سيدي مكتيم أدي خلص ثمن أدي خلص السوما تورينيتي يا رغد الفيرما عمليس وسيسمح السلام أدي ندم يا نوث انفعال الندم أسي قال فساد الكورونا ما أقول لكم أدم كثيم أين هو الدينيو الله سيدي ديما يثمثن قال فساد الكورونا ما أقول لكم وأفوض أمري إلا الله إن الله بشر بالعباد ما ذرغ سيدي ربي غاتسمى سحر عاقب الليم وتهدر ذلك لك في حبيب عطيه السند ويتسمح السنالة يزمن يونات ديال الفيرو على الريس ولكن يسري يسنو القرارات اللي دي مكتين ادي خلص الشومة وقفلي قفلي بزونيس نغ تنين في ثيارة اروع على الريس ادي دي مكتين اما موقف الذي مث واما غاتي دي مكتين دي يخاف ولكن دا شو غرسي اتي ينفع ماذا قلنا يمكتثين وإلا اتي دي مكتين ذي الاخر تليد مثلا يوم يتذكر الانسان ما سعى سبحان الله أدي مخيم أمس لينيني ولكن ما كنت قاسي دربي وأنا له الذكرى ذينا أمخينش وثين في عالم لو كان في دي مخيم اسمك الذي دونيث ويضع سي دربي أسمي مس دي اسمي فاش ونشتا ولكن يقنع قيب اليوم كلاب وين إقدعون غلو ريد سي دربي لا العبادة يتصلصان في الناس لا العبادة يستهزين قس ولكن أدي مخيم ويس أين تبغوث كيف دونيث سبحان الله فرعون يخدم المؤامرة مثلا إلى إيوة الجزاكين باشا دثينا إخمس تخزاليث باشا دثينا ولكن أن ترى ينغث وثين غرم يندفع أفوقين يمكن يقرد وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد سيدة ربدي قال فوقاه الله سيئات ما مكر سيدة ربدي من عيث ذي الكيد الفرعون مثلا سبحان الله وحاق بآل فرعون سوء العذاب يخدم المكر يعني القرحان باش أذثينا ولكن يتسوب لنا المكر سيدة ربي غيفيث شنو هذا أبنادم أسخر ما اتخذ فيه يعذيم منه ولشوى كيف قمت جعيد ولشوى كيف قمت ولكن تخذ فيه تهجي سيدة ربي وحدس شنو تخذ فيه ذلك يعلمي سيدة ربي ولكن نصغيني في تهجي يقول يعني مليس يريد قروا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحان الله كل إنسان مؤمن مخلص سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يدفع في الله سيد ربي يقرض إن الله يدافع عن الذين آمنوا أي مثلا فرعون إخمس ديوث خزبيث يوث المؤامرة المؤمنين من آل فرعون الحشيينس الفامينينس إتشيليس ولكن من يقومون سيدنا موسى خمسين فخزبت بشدة فينا ولكن أعطانا يصوت بشدة فينا ويصوت على بشدة فينا إمن عيد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يدفع سيدنا موسى عليه السلام أكد بنو إسرائيل يدريد سن أربي بضغة البحر يخمس سيدي ربي غير يدي بحر سيدنا موسى أكل بنو إسرائيل ويديت المؤمن من آل فرعون ونجاب سيدي ربي وفرعون أكل الجنود دي نسي صلاته نار بيدنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يروح إلى الكعبة يفدى الرسول صلى الله عليه وسلم يخنقيت عقبة ابن أبي معاذ يبدك بحلق يشديه يخنقيت ولا شو الزمان هذا في منعه بفوسيش ولا شو يدي كرن ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يروح قبيل الروسي القريب ويكسدر حلق نيس إنا ستقتلون رجلا أن يقول ربي الله أسنغم يعبد أسنغم الجزء إن دينا سيد ربي الله أين دينا المؤمن من آل فرعون
ادي عاود ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ اكامي مثلا ونكتب على بلد السيد ربي حشد فغري فغتفاث، ونكتب على بلد السيد ربي ان يسعوا السعاده لدوني السعاده الاخر، ونكتب على بلد السيد ربي ان يذبح الدوني ثدي يذبح يخاف. ولكن فلق دائما وابدا الذي يعقيب لي ما ليش ريون ايو حبيب ربي ايو ديس بكار يا عباد شو غريد السيد ربي يقاسي فكتا مزوف اسي سمحس اي خطر سلع الزار بين الجلال ينسى الكلام وين يسلم اين دين ربي اين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نسي كالازال يرث غرب في رمال الريس الذي يسدي وقت ذات يخمص افي دي مهيم اما ذي الدونيث واما افي دي مهيم يخاف كيف مثل ماذا قلنا يحمي مانيس يلقى في دي مهيم اوقف الذي مثل باش يغاية ذي ثوب غاسل ربي. ولكن ما يدي مكتفي ذي الغرغرة السكرات الموت نغي مكتفي ذي يخاف وذيد في على الندم غاسل دم كيف مثل اذا ادم سمحي دائما فستذكرون ما اقول لكم ادم مهيم ويقرار اين يوم دنيا سبحان الله رجع يا ربي للمؤمنين يثبتن رجع ربي من المؤمنين حق الايمان رجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.